الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة التي إن وجدت اتسعت الأوقات، تضاعفت الطاقات، وأيضا تحققت المعجزات ووقعت الإنجازات. الحقيقة أن البركة إذا ما فقدت حدث العكس تماما، وهو أن يخرج الإنسان مهما طال عمره وكثر سعيه بلا زاد قدمه ولا أثر خلفه. إذن فالعبرة، كل العبرة في البركة. للحديث حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. مشاهدينا متواصلون معكم بعد الفاصل. مشاهدينا، لكم التحية مجددا، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة من علماء وزارة الأوقاف. أجدد لحضرتك التحية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. بداية، ما معنى البركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، فإذا ما دخلنا في هذا الموضوع مباشرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك أوقاتنا وأعمارنا وأرزاقنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فبكلمة موجزة، البركة تعني استمرار الخير وبقائه وكثرته وزيادته. هذا ما ينتفع به الإنسان سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الجماعي. فوجود البركة هو وجود الخير، وفقد البركة فقد الخير. حتى وإن وجد، قد يكون الأمر يعني هو معنوي بالدرجة الأولى، لأننا كما نقول أن يعني الأجال مكتوبة والأرزاق معلومة، إلا أن الله تبارك وتعالى إذا أوجد البركة في الأرزاق وفي الأعمار وفي الأولاد وفي كل خير في هذه الحياة، حقق الثمرة المرجوة، بل وزاد الخير وعم الخير وفاض. نعم. طب فضيلة الدكتور، هل يعني هذا أن ربما يؤتى الشخص بالمال وشخص آخر يؤتى بنفس القيمة من المال، ولكن البركة تفرق فيما لدى الرجلان من يعني من حصيلة مثلا؟ صحيح. كان العلماء يقسمون فيما يخص الرزق تحديدا، أو الإنسان دائما حينما يتكلم عن البركة يتكلم فيها بها في معرض الرزق والمكسب والخسارة وما أشبه ذلك. نعم. فكان العلماء يقسمون أن الرزق رزقان: رزق إيجابي ورزق سلبي. الرزق الإيجابي هو ما تتحصل عليه من يعني أشياء مادية، نعم، كمرتب وكدخل وكذا وكذا وكذا. والرزق المعنوي أو الرزق السلبي إن صح التعبير، هو ما لا تشعر به، قد يكون في صحة، قد يكون في بركة في الأولاد، قد يكون في توفير لعدم زيارة مثلا لعلاج أو ما أشبه ذلك. هذه أمور قد لا يشعر بها الإنسان، ولكن هي بركة توفر هذا المال الذي ربما إذا فتح باب في المرض مثلا، المصائب نسأل الله السلامة، أخذت هذا المال وذهبت به. فهذه هي البركة المحققة. ولكن حينما نقول على أن بالمناظرة بين إنسان سبحان الله يعني لا يعني يستثمر المال الذي عنده، أو لا ينجز بالمال الذي عنده شيئا، وآخر عنده نفس المال أو بمقارنة نفس المال ينجز به أشياء كثيرة، هذا يرجع في بالأساس إلى أمر الاعتدال. الإنسان إذا كان معتدلا، وإذا كان سبحان الله يعني عنده من التبصر فيما ليس هناك إسراف ولا تبذير ولا أمور، يعني قد ينفق الإنسان على أشياء يعني لا تغني ولا تسمن من جوع، هي من باب التحسينيات أو من باب التي ليس الإنسان في عوز إليها،
فيجد نفسه أنه أنفق ماله فيما لا يفيد. وقد ينفق الإنسان بحساب هنا، فتجد أنه ينفق أماله في أمر هو بحاجة إليه وهو محتاج إليه، وهو من أمور التي أو المتطلبات الضرورية في إقامة حياته ومعاشه. هذا هو الفرق. وأيضا هناك فرق يعني إيماني إن صح التعبير، فرق في أن الإنسان يعني متصل بالله رب العالمين، فهو يراعي الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته. إنسان عنده يعني الإيمان في الذروة، متعلق بالله تبارك وتعالى، يعلم أن الله يراقب حركاته وسكناته، وأن الله سيحاسبه على ماله وما أشبه ذلك، فيراعي الله في هذا المال، فتجد البركة في هذا المال وفيرة عميمة. وآخر ليس عنده يعني استحضار لمراقبة الله تبارك وتعالى في أعماله وأحواله، فتجد أن المال يعني يخرج من بين يديه دون حساب. هذا ده بإجاز مفهوم. طب فضيلة الدكتور، يعني دعنا ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. البعثة استمرت 23 عاما. خلال هذه المدة أنجز النبي بكل المقاييس العقلية ما لا يمكن إنجازه في مدة كهذه، من تغيير أمة من حال إلى حال مختلف تماما، من وضعية بدائية إذا جاز التعبير إلى وضعية أكثر تطورا وتحضرا. هل في هذا كان الله سبحانه وتعالى يبارك في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الفترة المهمة من تاريخ الأمة الإسلامية صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصله بركة، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مهمة كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يقول النبي الله تبارك وتعالى يعني لم يقل لقد أنعم، ولكن قال لقد من. وبعض أهل الفضل وأهل العلم قالوا لم يقل لقد أنعم، لأن النعمة تحمل في طياتها الخير والشر، تحمل أيضا في طياتها الخير والشر. قد ينعم الله الإنسان على الله الإنسان ينعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بالمال، فقد يستخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى فيكون خيرا، وقد يكون ينفقه فيما يغضب الله تبارك وتعالى فيكون شرا. قد يمن الله تبارك وتعالى يعني قد ينعم بالولد فقد يكون صالحا يعني ينتفع به في الدنيا والآخرة، وقد لا يكون على يكون غير ذلك فيكون شقاء له ولي سبحان الله ولوالده. فهذه نعم، النعم بمجموعها تكون في هذا الإطار، إما خير وإما شر على حسب اختيار العبد لهذه أو لتصريف هذه النعم. ولكن نرى أن الله تبارك وتعالى قال لقد من، والمنة في طياتها لا تحمل إلا الخير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الخير كله، والله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم رحمة لكل العالمين. إذن ليس هناك بركة أكبر ولا أعظم ولا أجل من بركة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فكان صلى الله عليه وسلم بركة. ولذلك أنجز في وقت قصير ما لم ينجزه غيره، وكان صلى الله عليه وسلم درة التاج للأنبياء جميعا، وحقق الرسالة الخاتمة، فهو بركة في الزمان وبركة في المكان وبركة في شخصه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم انشغالاته صلى الله عليه وسلم بأمور الدعوة وأمور الحرب وأمور كان أيضا صلى الله عليه وسلم أسس لمجتمع أسري في بيته، كان صلى الله عليه وسلم تحت يعني 12 نسوة، تقريبا 11 نسوة كان في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، كلهن لهن مطالب وحاجات وما أشبه ذلك، إلا أنه لم يكن هناك جانب يطغى على جانب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه، ولم يكن يؤثر هذا على هذا ولا ذاك على هذا، فكان الأمر عنده من بركة الوقت وبركة الزمان وبركة سبحان الله أن يؤسس لأمة هي أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو البركة الحياة،
بركة الكون صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، دعنا نذهب إلى علماء الأمة. البعض من علماء الأمة أنجز في حياته ما يعجز البعض على تصور كم المنتج العلمي الذي خرج به هؤلاء العلماء في أعمار ربما لا تكون كبيرة أو لا تستوعب كل هذا الإنتاج. الله، طبعا هذا يعني واضح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وجدنا من يعني لم يتجاوز مدة تحصيله للعلم 30 عاما أنجز ما لم تنجزه أو أجيال متعاقبة، أنجز علوما وأنجز معارف، بل واستمرت المعارف هي الرائدة على مر التاريخ. يعني أن ينجز الإنسان الأمر أو أن ينجز العمل وأن يكون هذا العمل رائدا لم يعني يسبقه إليه غيره، فهذا قمة البركة. ولكن تأتي هذه من أمور، كان الإمام شرف النووي يعني صاحب كتاب الأذكار وكتاب رياض الصالحين والكتاب الأكبر في الفهم كتاب الحديث شرح صحيح مسلم، يعني أنجز هذا كتب يعني كما يقالون لما حينما توفي وكان ابنه 45 عاما، يعني ناءت بحمله الدواب، كان هناك دابة تحمل الكتب التي ألفها. وكان يعني رحمه الله الإمام النووي تجد أمر في غاية العجب، أنه كان إذا تعلم على شيخ كتب بخط يده، حتى أنه أحصو له ما يقرب من كتابة 80 صفحة في اليوم الواحد. نعم، للإنسان أن يتخيل. هذه بركة، ولكن من أين أتت؟ من أين أتت؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ توجيه الاتجاه أو التخصص، أو أن الإنسان سبحان الله يعني يجعل همه في اتجاه واحد فينجز في هذا الأمر. أضف إلى ذلك تعلقه بالله رب العالمين، وكان إضافة إلى كل هذا كان زاهدا في الدنيا، وكان ورعا، حتى أنه الإمام النووي قيل عنه أنه كان لا يأكل إلا وجبة واحدة في العشاء الآخرة. لك أن تتخيلي يعني هذا يجعل، وكان طبعا دائما الصيام وما أشبه ذلك، ولم يكن طبعا هناك له أسرة، فنذر نفسه للعلم، نذر نفسه للعلم والكتابة. وسبحان الله يعني يحصون له ما يزيد على 60 مؤلفا ما بين مطبوع وما بين مخطوط. فنجد هذا الجهد الكبير الذي يقدمه علماء الأمة، وقبله الإمام الشافعي صاحب المذهب وهو رائد سبحان الله في الفقه والمدارس، المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة. يعني نرى أن هناك بركة لمن اتصل بالله تبارك وتعالى ووحد الاتجاه والمسلك وأخلص لله رب العالمين. طب فضيلة الدكتور، ده بيأخذنا إلى التساؤل الأهم، وهو كيف يحصل الإنسان البركة؟ كيف يحصل عليه؟ حصول البركة بالأساس حينما نتكلم عن أمة الإسلام، وهذه خصوصية لأمة الإسلام، تعلقها بالله رب العالمين، أن الخير بيد الله، تقوى الله والخوف من الله والإيمان بالله تبارك وتعالى الذي يدفع الإنسان إلى أن يقف دائما مع نفسه. أنا أعيش في هذه الحياة، لي رسالة، أؤدي هذه الرسالة كما يريد الله تبارك وتعالى، لا تأخذه ملذات وشهوات الدنيا. نحن لا نقول نحجر على الإنسان في أن يشبع رغباته عن طريق الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى، ولكن في إطار معتدل، إطار لابد أن يعلم أنه خلق في الكون لا ليأكل ولا ليشرب، ولكن حينما يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يقرن الإيمان بعمل الصالحات، وعمل الصالحات أن يكون لك عمل، وألا يمر عليك اليوم تشرق الشمس وتغرب وما أديت شيئا وما فعلت شيئا. أنت لابد أن يكون لك في وقتك عمل، لابد رسالة حياة، أنت إنسان هنا لك رسالة، والرسالة فعل الخير في كل اتجاه تجد فيه فعل خير، وفعل الخير هذا متعدي. يعني الذين آمنوا، الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإيمان، أنت أمنت بالله تبارك وتعالى. العمل الصالح هو فعل الخير في كون الله، وفعل الخير في كون الله
هو ما ينعكس بالضرورة على عمارة الدنيا، هو ما ينعكس بالضرورة على أن يكون لك أثر طيب في هذه الحياة، تسعد أنت من خلال أنك فعلت الخير ويسعد غيرك بهذا الايه؟ بهذا الخير. فإذا فعلت هذا وكنت مراقبا لله تبارك وتعالى، وأن لك رسالة، وأن لك رسالة في العمران وفي البنيان وفي الفكر وفي التدبر وفي التعقل وفي أن تكون رائدا في هذه الحياة، هذه رسالتك أيها الإنسان، أن يكون للبشرية أو للإنسانية يعني أن يكون خداما لبعض، وهذا ما يحقق العمل الصالح الذي من خلاله يوم القيامة ستقابل الله تبارك وتعالى. ستقابله بماذا؟ يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذن هناك أعمال ستوزن. أين هذه الأعمال؟ الكلمة، كلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، البعد عن الحرام، أكل الحلال، الاجتناب الحرام، كل هذه هي الموازين التي أو الأعمال التي ستوضع في الميزان يوم القيامة. وتعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضع شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، إذن كل الأعمال الصالحة هي تزيد من البركة. طبعا. نعم. والبعد عن الأعمال السيئة هي يعني ما يحول دون وقوع البركة. دون وقوع البركة. صحيح. نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني البعض أحيانا ما يكون ينعم في وقت من الأوقات بالبركة ولا ثم ترحل عنه هذه البركة، هل من مسببات غير الأعمال السيئة مثلا؟ طبعا، يعني دائما استشعار الإنسان بعبوديته لله يجعله يشعر بالنعم، يجعله يشعر بالنعم التي من الله تبارك وتعالى بها عليه وهو قد يعني ينساها أو يتناسى شكرها. فيجب على الإنسان أن يستشعر أنه في نعمة، يعني كونه يتحدث ويتكلم ويتجري الدماء في عروقه، هذه يعني منة من الله تبارك وتعالى. لو حدث فيه أي خلل، سبحان الله، يعني تجد الإنسان في حالة من حالات الضعف والوهن وما أشبه ذلك. فالإنسان نعم الله تبارك وتعالى عليه كثيرة، ماذا ينبغي له؟ هو يستشعر فضل الله تبارك وتعالى عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة حينما رأى كسرة ملقاة على الأرض، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، حسني جوار نعم الله عندك، حسني جوار نعم الله عندك، بعدما أخذ اللقمة وأماط عنها التراب، فإن قوما لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم فأخذت منهم. إذن شكر النعمة، إحساس أن كل شيء عندك من فضل الله تبارك وتعالى الله لك فيه من هذا، يجعل البركة تزيد ولا تذهب. فذهاب البركة اعلم أن هناك طبعا بخلاف الابتلاء، نعم، حتى يعني نقول أن هناك ابتلاءات، هذا لا يعني هذا لا يعارض هذا، نعم، هناك ابتلاءات، هذه أقدار الله تبارك وتعالى في خلقه وسنة الله في خلقه، ولكن حينما نقول أن البركة منزوعة فهذا قد بعد عن الله تبارك وتعالى بالأساس، ويعني عدم استشعار بالمنعم سبحانه وتعالى. نعم. أما كون الابتلاء، الإنسان يبتلى في ماله ويبتلى في أولاده ويبتلى في نفسه ويبتلى طبيعة الله سبحانه وتعالى، لكن البركة شيء آخر. البركة أنك إذا عشت عمر قليل كان لك أثر في الحياة، أنه إذا دخل عليك راتب كفاك وسترك وأنجزت منه سبحان الله الكثير، حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان قليلا. وربما نجد البركة عند من قل زاده أكثر وأعظم ممن كسر ماله، هذا أمر ملاحظ ومشاهد. ولكنها مفارقة يعني ينكرها البعض فضيلة الدكتور. والله هذا الذي ينكرها أكيد، يعني هناك يعني أمر قد يكون يعني
خرج عن دائرة الفهم المنضبط للدين أو الشرع، لأن الفهم المنضبط يقول أن الإنسان الذي يتصل بالله تبارك وتعالى ويتصل ويفعل الخير لابد أن يكرم، لابد أن يكرم من قبل الله تبارك وتعالى. وإكرام الله تبارك وتعالى للإنسان المتصل بالله هي أساس البركة، ويجب أن لا نحصر الصورة الذهنية في الدنيا فقط، إكرام الله الأكبر في الآخرة. هل أنت ستكون من الفائزين وتدخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أم أن حصرك فيما أخذ منك وأعطي منك في هذه الدنيا؟ لا، البركة أهم وأكبر وأشمل في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني البعض يقول أن صلة الأرحام من أكثر الأشياء التي تزيد من البركة. ده ليس البعض، ده نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني صلة الرحم، قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد إنسان واصل الرحم، وهذه قاعدة، لا يوجد إنسان واصلا للرحم إلا وتجد في حياته الخير وفي حياته البر وفي حياته السعادة، وسبحان الله يعني متحمل حتى أعباء الحياة، يستطيع أن يواجه هذا. ولا تجد إنسان قاطع للرحم إلا وفي حياته اضطراب، وفي حياته شيء من سبحان الله القلق وشيء من الحيرة وشيء. صلة الرحم الله تبارك وتعالى سماها إفساد في الأرض، قطيعة الرحم، إفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، نسأل الله السلام، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولعنة الله هي انتهاء البركة، يجعل الإنسان في هذه الحياة يركض كركض الوحوش في البرية. إنسان لا همه إلا أن يأكل ويشرب وليس في داخله أحد، لا يحتوي أحد من صلة رحمه ولا من أهله ولا حتى يتودد بالكلمة الطيبة ولا، فهذا إفساد. الإنسان يشعر بحلاوة الخير ويشعر بحلاوة الإيمان ويشعر بحلاوة الاتصال بالله رب العالمين في اتصاله بذوي رحمه، وهو الفرد الذي سيسأل عنه يوم القيامة. يعني سبحان الله، صلة الرحم تقول يا رب هذا مقام العائز بك من القطيعة، يقول الله ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يعني خلاص، المتصل بأهله وذوي رحمه متصل بالله، وقاطع الرحم منقطع عن الله، فبالتالي تنقطع عنه سبحان الله يعني البركة وينقطع عنه الخير، يبتعد من رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا ابتعد من رحمة الله فأي خير يأتي؟ هو يأخذ ما قدر له، ما قدر له من رزق، ما قدر له من أولاد، ما قدر له من كذا وكذا، ولكن لا يكون أو لا يكون سبب خير وسعادة وبركة الله. طب التحصن بالأدعية والأذكار من أسباب أيضا تحصل البركة فضيلة الدكتور؟ طبعا الإنسان لجوء إلى الله في الجملة هو أساس الأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب سبحان الله يعني صحابته رضوان الله عليهم إلى قراءة القرآن وإلى قراءة سبحان الله يعني سورة البقرة وسورة آل عمران، وكان يندب الناس إلى يعني من قرأ سورة البقرة دخلت البركة في بيته سلاسل لا يمسه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قراءة الزهروان البقرة وآل عمران تدخل البركة يعني تدخل الخير في الأماكن وفي أحوال الناس، وكذلك قراءة آية الكرسي وقراءة الآية الأخيرة من سورة البقرة. كل الإنسان سبحان الله يعني إذا اتصل بالله وتعلق بالله تجد لسانه يرهف بذكر الله تبارك وتعالى وبالدعاء، والأساس هو الدعاء. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنجد أن الدعاء هو الطريق الأقرب لحصول البركة، الطريق الأوفر لحصول الخير. ولذلك الإنسان الذي يلتجئ بالله دائما تجد له هيبة في النفوس تقضى بها حاجاته وتيسر بها أمره في هذه الحياة،
وطلبه في الدنيا ليس ملذاتها كما نقول. الإنسان المتصل بالله دائما متشوف إلى العمارة وإلى الخير وإلى أن يرضي الله تبارك وتعالى، فيجد أثر ذلك واضحا جليا. الدعاء والالتزام بالأذكار، وسبحان الله يعني أن يكون لسانه دائما رطب بذكر الله، أن يصلي على سيدنا رسول الله، هذا أثر واضح ومجرب سبحان الله في يعني في في في, في كل إنسان اتصل بالله وكان له ورد دائما يتحدث عن فيوضات الله تبارك وتعالى عليه، فيوضات الله تبارك وتعالى عليه. وأنا ألمح من سبحان الله من أهل الفضل وأهل يعني التوفيق من يسر الله لهم كل أمر قد يكون صعبا ومستحيلا ببركة الدعاء وببركة سؤال الله تبارك وتعالى في جنح الليل وطلب الله تبارك وتعالى من خيرات الدنيا والآخرة. طب فضيلة الدكتور، يعني الوقت الحالي بيعاني فيه العالم من ظروف اقتصادية ربما تكون هي الأصعب في حياة من يعيشون الآن، ضيق ذات اليد، القلة في الرزق، غلاء الأسعار، يعني أمور بيعاني منها الإنسان. هل من وسائل يتحصل بها الإنسان على البركة التي تجعله يتكيف مع هذه الظروف ولا يعاني منها؟ أنا أقول لك أن هذه الظروف يعني سنة متداولة في خلق الله تبارك وتعالى، نعم، وموجودة، ولكن هناك من يتحمل ويتعامل مع مشكلة التي يعيشها الإنسان ويتعداه، وهناك آخر يفزع، نعم، لوجود هذه الأمور، ولكن هذه سنة الله في خلقه لا تتخلف. مر العالم من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا الحالي بضائقات اجتماعية ومالية ومجاعات وما أشبه ذلك، وما سبحان الله قصة سيدنا يوسف منا ببعيد، يعني حينما يعني وضح أن مصر كانت خزائن الأرض وكان يفد الناس جميع الناس إليها لأخذ الخير منها وكذا وكذا، وكان الناس جميعا في مجاعة. ويعني نعلم، فأنا أقول إن هذه سنة الحياة، ولكن نحن نتعامل، يجب أن نتعامل أن هذا أقدار الله تبارك وتعالى في خلقه، وأن يكون لنا معاملة إيجابية تجاه هذه الأمور الصعبة التي نمر بها. فإن كان هناك يعني تقليل النفقات، هذا أمر يدعو الإنسان إليه، أنت تقلل نفقاتك إذا كان الأمور ليست ميسرة حتى تتيح للجميع أن يتحصل على سبحان الله على الخير الموجود. أما أن يكون هناك جشع وأن يكون هناك سبحان الله شيء من حالات الاحتكار أو حالة من حالات يعني الأمور التي يستغل بها المصائب التي تقع على المجتمع، لأن هناك دائما الأشخاص الذين يعني يحاولون أن يستغلوا هذه الأمور وهذه المشاكل التي توجد في أن يتحصلوا على غنى وثراء على حساب يعني على حساب الناس وعلى حساب المجتمعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المحتكر ملعون، ده دليل على أن هناك أناس يعني يستغلون هذه الظروف. ولكن أنا أعود وأقول في تحديد هذه وأضعها تماما، أن الذي عنده إيمان بالله تبارك وتعالى لا يتأثر بأي ظرف أتى عليه، لأنه يعلم أن الأمور تجري بمقدار وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن يكون تصرف الأفراد على مستوى المسؤولية، على مستوى أن هناك أزمة فنتعامل وسبحان الله نتكاتف ونتعاون لأن نتخطى هذه الأزمة، هذا هو الدين. ولكن أن ننظر بعين يعني دائما يعني حينما نجد نتكلم عن سبحان الله أن الإنسانية الآن لم تكن كالإنسانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما نتكلم عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تعداد البشر على هذه الكرة الأرضية لا يتعدى ربع مليار تقريبا، نحن الآن نتحدث عن 7 مليارات على مستوى العالم بشر. فكيف نقول الله تبارك وتعالى خلق الحياة وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين وجعل لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، إذن الله تبارك خلق الخلق وما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها. فنحن نعلم أن لابد أن نتكاتف في أن نتعدى هذه الصعب وأن ننظر كيف نكون نقوم بواجبنا
تجاه هذه الأمور التي تمر علينا وهذه الصعاب التي تمر علينا. طب فضيلة الدكتور، ده يأخذنا إلى التساؤل عن فضائل النفقات والتصدق في مثل هذه الأوقات. طبعا طبعا، يعني الصدقة في هذه الظروف يعني لها أجران، أو تكون مضاعفة. نعم، تكون مضاعفة لأنك تنفق. في الغالب تظهر حالات العوز وحالات الاحتياج وحالات الفقر، ويعلو سبحان الله يعني أصوات الذين يعني يسألون الناس في قضاء حوائجهم وما أشبه ذلك. فيجب أن يكون لنا سهم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يعني تخيل حتى النفقة في العلن وفي السر بالليل وبالنهار. شفت؟ لا. وتخيل أن الله تبارك وتعالى يخاطب مجتمع ليست عندهم الحياة برغد، وليست عندهم الحياة فيها يعني أموال كثيرة وما أشبه ذلك، ولكن مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم كما تعلمون يعني الموارد قليلة، إلا أن الله تبارك وتعالى كان يخاطبهم بهذه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. إذن تتعدد النفقة، ويجب الإنسان أن يتلمس من المحتاج، وأن يبحث وأن يجاهد نفسه في أن يبحث عن من يعطيه في هذه الظروف. نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني فكرة تخوف البعض من يعني في ظل ظروف معيشية صعبة أن أنفق فلا أجد ما أنفق به على نفسي، يجعله يعني يمتنع عن تقديم الصدقة، أو يمتنع عن إخراج المزيد للفقراء، في يكتفي فقط بإخراج الزكاة مثلا، ماذا تقول لهؤلاء في مثل هذه الظروف؟ أنا أقول طبعا إخراج الزكاة هذا فرض، ما ليس فيه تخوف. ونظرنا إلى الزكاة هي جزء يسير من كثير، ولها شروط: أن يبلغ نصابا، وأن يحول عليه الحول وما أشبه ذلك. وهذه الزكاة المفروضة لا نقاش في 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 فيها. ودائما نقول أن الصدقة تزيد الخير وتزيد أصل المال، لا تقلله، لأن فيها البركة كما قلنا. ولذلك النبي يعني سبحان الله، الله تبارك وتعالى يفتح من أبواب الخير لأصول الأموال التي يخرج منها الزكاة ما لا يفتح لغيرها، وتيسر لها الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي: اتجروا مثلا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، فيفتح لها أبواب الخير للنماء والازدهار. أما أن يتخوف الإنسان في أنه إذا أعطى الفقراء وأخرج الفقراء، المؤمن كيس فطن، لكن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ولا يجد حالات تصل إلى حالة الهلاك ولا يكون له سهم. فلا بد أن يكون له سهم، لأنه يعني عنده الكثير، فهو سيخرج من ماله الشيء القليل، لكن يعود نفسه أنه في كل يوم لا بد أن تكون له صدقة في كل يوم. ويعني كل على قدر جهده. أنا لا أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. أما أن تنعدم الصدقة فهذا طبعا، والإنسان على قدره. بمعنى إيه؟ يعني سبحان الله، يعني لا يعطي الشيء، يكون إنسان غني مثلا يتصدق بأمور صغيرة، فهذا يعني لا يقبل في حقه. فهو المفترض أنه بقدر ما من الله تبارك وتعالى عليه وأعطاه. أنا لا أقول اجعل الصدقة في أقل من عشر، نصف العشر من مالي. إذا فيجب أن تكون لك صدقة، ويجب أن يكون لك سهم، وتتلمس الأماكن التي تؤتي الصدقة فيها ثمارها. نعم. طب فضيلة الدكتور، بيشكو الكثير من الناس من ضيق الوقت، المشغوليات الكثيرة التي تملأ الوقت ولا يتسع اليوم لأداء كل المطلوب. ماذا عن البركة في الوقت، وكيف تتحقق البركة في الوقت؟ البركة في الوقت أساسا قائمة على كما قلت، أن الإنسان لا يدخل في أعباء، أو يدخل نفسه في أعباء ليست مطلوبة منه. المهم أنه يعلم ما هو المطلوب وما هو الفرض ويقدمه، ما هو مطلوب في الفرائض بالنسبة له في وقته هو الذي يكون له أولوية. وانشغال الإنسان بالتفاهات
أو انشغال الإنسان بأعمال ليست مطلوبة منه هذا ما يجعل الإنسان سبحان الله يعني شيء من يعني عدم البركة في 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 الوقت. وأنا أقول دائما أقول أن الإنسان إذا لاحظ وقته وضبط صلاته بالله رب العالمين بالصلاة تجدي أنه في كل صلاة سبحان الله وزعت على كامل اليوم. نعم كامل اليوم إذا اتصل وكان تحقق بالله في صلاته في كل وقت وأدى الصلاة في وقتها يستطيع أن يضبط نظام حياته، فيجعل هناك أولويات ويجعل هناك أمر ثانوي. أما الإنسان أن يعيش بعشوائية أضف إلى ذلك أنانية نسأل الله السلامة، فهذا يأتي على وقته كاملا لا يستفيد منه، ويجد الأشغال على رأسه ولا سبحان الله ليس عنده وقت يعني ينجز به، فلا يكون أنانيا ويحب الخير للناس ويشارك سبحان الله في الناس في قضاء الأعمال وإنجازها. نعم. والأمور تسير على غير، لكن هناك عشوائية في تنظيم الوقت، فبالتالي لا يجد وقتا لأداء أو لأداء الشيء المهم في حياته. نعم. طب فضيلة الدكتور، تحدثت عن فضل سورة البقرة وسورة آل عمران في تحقق البركة، هل من سور أخرى في القرآن أو آيات أخرى تحقق نفس الغرض؟ القرآن كله مبارك. نعم القرآن إنا أنزلناه كتاب مبارك ليدبروا آياته، هذا وهذا ذكر مبارك أنزلناه. نعم فالإنسان إذا تعبد الله بأي آية من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن رزقه الله تبارك وتعالى بركتها. نعم أما أن هناك طبعا من السور سورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة تبارك وسورة ياسين، فكلها سور إذا تليت في قضاء حاجة وتيسير أمر كان لها من البركة ما أراد. والله تبارك وتعالى عند حسن ظن عبده به، فالقرآن كله مبارك، وأن تجعل وقتا عندك لتلاوة القرآن فاعلم أن البركة ستكتنفك بقية اليوم. نعم. طب فضيلة الدكتور، تحدثت حضرتك عن شكر النعمة وجلب البركة من شكر هذه النعمة، هل الشكر يكون بمجرد يعني قول العبد الحمد لله، أم أنها تكون باستشعار هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى الله بقلب العبد؟ الله، هو طبعا الشكر باللسان والشكر يكون، كانوا يقولون دابة شكور، ومعنى دابة شكور أي ظهر عليها أثر النعمة، بمعنى أنها إذا وضع لها الطعام وما أشبه ذلك أكلت وظهر على جسدها فكبرت وكونت اللحم وما أشبه ذلك. نعم. فشكر النعمة هو أن تفعل الخير من جنس النعمة التي أعطاك الله تبارك وتعالى إياه. فمن الله عليك بالعلم، إذن لابد أن تعلم الناس. من الله تبارك وتعالى بالمال، لابد أن تنفق على الناس. من الله عليك بأي نعمة من نعمه اختصك الله بها وكان عندك زاد أو وفير فيها وتستطيع أن تفعل شيئا فيها، فهذا هو شكر النعمة بالأساس. نعم. لكن لا نقول مثلا أن الذي أعطاه الله المال ومن الله عليه بالمال أو من كل المال يذهب ليتعبد في المسجد وسبحان الله ولا يطعم الفقراء ولا يطعم المساكين، هذا أنا لا أقول أنه مفروض عليه، ولكن هو يجب أن يكون شكر النعمة من جنس ما أنعم الله تبارك وتعالى على العبد حتى يستطيع أن يؤدي إلى جانب الحمد لله والشكر، دائما يكسر الثناء على الله تبارك وتعالى ويشكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طب فضيلة الدكتور، في نهاية هذه الحلقة أود من حضرتك يعني روشتة كده للسادة المشاهدين لتحقق البركة في الوقت وفي المال. الروشتة التي أستطيع أن أقولها في هذا الأمر هو أنت أيها المسلم اتصالك بالله هو سبب وجود البركة، صلة الرحم
سبب وجود البركة. بر الوالدين وهو في الأساس سبب وجود البركة. أكل الحلال سبب وجود البركة. مخالفة كل هذا يمحق البركة، نسأل الله السلامة. نعم. فإذا أنت اتصلت، كنت بارا بأهلك بوالديك، واصلا لرحمك، تأكل الحلال وتبعد عن الحرام، استطعت أن تحقق البركة ولا يضرك شيء. نعم. فكنت في معية الله تبارك وتعالى وفي ذمته. نعم. فالبركة ستحصل لا محالة. أما إذا كان هناك فقد لهذه القيم وهذه الفضائل وعدم يعني التعلق بالله ومراقبة الله تبارك وتعالى وما أشبه ذلك، فكل هذا يعني من أسباب محق البركة. فإذا أردت البركة فعليك الاتصال بالله وبأهلك وبصلة رحمك وبزويك، وحاول أن يعني ترضي الله في أقوالك وأفعالك، وتبتعد عن الكذب وعن الخيانة وعن كل الأخلاق الرذيلة. فكل خير تفعله تؤجر عليه وتأخذ الخير في الدنيا قبل الآخرة. البركة أهم من الرزق نفسه فضيلة الدكتور؟ طبعا. الرزق يعني كما قلنا أن الرزق معلوم، الرزق يعني سيحصل عليه الإنسان لا محالة. نعم. لا محالة سيحصل عليه. الله تبارك وتعالى كتب لك يعني لو فر ابن آدم من الرزق فراره من الموت لجاءه الرزق كما يأتيه الموت، ولو ركب ابن آدم الريح ليهرب من رزقه لركب الرزق البرق فسبقه فدخل في فمه. خلاص الرزق أمر منتهي، ستحصل عليه إن كنت مؤمنا غير مؤمن، سبحان الله يعني متقي غير متقي، إنسان ملتزم غير ملتزم، ستحصل على رزقك. ولكن نعم. البركة لا تخص إلا أهل الاتصال بالله رب العالمين. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا به، اللهم آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم وحلقة جديدة من فقه الحياة. إلى اللقاء.